صباح الخير. موضوعنا النهارده بيتكلم عن موضوع سرقه الوايرلس او الواي فاي الخاص بك. تمام، يعني انت بيبقى عندك مثلا راوتر وايرلس. طبعا كلنا سمعنا ان بيبقى حد عنده وايرلس، الحق ده الوايرلس اتسرق، الحق ده الواي فاي مش عارف حصل له اختراق. فطبعا كتير مننا ما كانش عارف يحل الموضوع دوت، حتى لو انت عامل باسورد للشبكه بتاعتك برضو بيتم سرقه الوايرلس بتاعك. النهارده جايب لكم برنامج اسمه واي فاي بروتكتور. الواي فاي بروتكتور دوت مش هيخلي الوايرلس، يعني مش هقول مش هيتسرق، لا هو هيتسرق بس في حاله واحده، ان انت لما تقفل الجهاز بتاعك او الكمبيوتر لما تسطب عليه البرنامج بيتم رجوع الوايرلس للوضع الطبيعي بتاعه، ومجرد تشغيل الكمبيوتر بتاعك وتفعيل البرنامج بيتم حمايه الوايرلس تاني. تمام، هنسطب البرنامج مع بعض. ده السورس بتاعه، انا طبعا هبقى رافع لك اللينك بتاعه تحت الفيديو تحمله. هيقول لك اختار اللغه، فهتضغط اوكي، بعد كده نيكست، اي اكسبت نيكست. هتضغط هنا على كاستم وتشيل وتحط صح على دو نوت انستول ليت، بعد كده تضغط على نيكست تاني وتستنى لحد يتسطب معاك. تمام، بعد كده تضغط على كلمة فينيش. خلاص البرنامج كده اتسطب. بعد ما البرنامج هيتسطب معاك هو هيفتح لك صفحة انترنت اوتوماتيك زي ما انت شايف، اقفلها عادي. تمام، بعد كده البرنامج هيفتح معاك اسمه واي فاي بروتكتور، اهو هي الايقونة بتاعته على الديسكتوب اهي. تمام، هو اوتوماتيك هيعمل يعني هيعمل حماية الوايرلس بتاعك انت اول ما تفتحه، او هو اول ما هيفتح اول مرة اوتوماتيك هيتم حماية الوايرلس اوتوماتيك. طبعا هنا بيديك اسم الشبكه بتاعتك اهي. تمام، بيقول لك ان هي غير محميه انسكيورد، ولو ضغطت على المربع الازرق ده هيديك معلومات عن الشبكه بتاعتك، هيديك اسمها وهيديك الباسورد بتاعها ونوع الحمايه اللي موجود على الشبكه. تمام، خلاص هنا فضل اللي هو تسيبه لحد ما يحمل، لحد ما يديك هنا كلمه ستوب بروتكشن، معناه ان الشبكه بتاعتك معمول لها بروتكت يعني حمايه. تمام، بعد كده في هنا مكتوبه هو جنب الشبكه بتاعتك ان هي سكيورد يعني محميه. طبعا انت ما تجيش بقى تقفل البرنامج، ان انت لو قفلت هقول لك انت عايز تخرج من البرنامج، فانا هقول له نو، لكن انا هضغط على الشرطه ديت هنزله تحت كده، برنامج نزل تحت اهو. تمام، السهم ده لو ضغطت عليه هيفتح معاك تاني، بيعمل لودنج اهو. تمام تمام بعد ما فتح خلاص هو برده بيديك ان هي سكيورد محميه. اوعى تنسى وتقفله من هنا، لا ما تقفلوش، نزله تحت عادي عشان يبقى البرنامج شغال. طبعا زي ما اتفقنا بمجرد انك تقفل الجهاز بتاعك بيتم برضو رجوع الوايرلس للوضع الطبيعي، يعني تقدر تتسرق عادي من اي حد خارجي. تمام، لكن مجرد تشغيل البرنامج على الجهاز بيتم حمايتها بشكل قوي جدا. يا رب يكون موضوع النهارده استفدتوا منه، واستنوا في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.